معلم بجد احكي بجدك، معناها باش تشري كلمة زر تشاور البياع، البياع راهو تاجر، والتاجر يبيع لك معناها أي حاجة قدامه بيحالك، هو يحكي قدامك يتعامل معاك كرقم فلوس، قادش عندك مكتوبك، مي موش فيك، واش تنصحك البياع؟ وإذا كان لقيت بياع قالك راهو هذا مركبه في داري، اتأكد اللي راهو الكلام تاعو معناها فيه عليه، دونك إذا كان باش تشري كلمة زر تشاور الصناعي اللي هو معناها اوم دو تيران، هو يعرف الديفوات نتاع لي كليمازورات، هو اللي يعرف انه لي كليمازور اللي ياكل ضو اللي ياكل كليمازور ما ياكلش ضو، معناها بياع تلقاه كليمازور تراسي انرجيتيك 5 كان، فهمتش ولا يقول لك راهو هذا به، ومن بعد وقت اللي تيح اون بان يقول لك لا برا كلام الدار، هذا كان ما حملكش انت معناها مسؤوليه التركيب على خاطر ما ركبولكش هو، دونك باش تشاور على كليمازور خاصة توا التوندونس نتاع الانفرتر الانفرتر الانفرتر، راه مش أي إنسان ينجم يشري الانفرتر أو مش أي إنسان يركب الانفرتر، ما نحكيش على الكوتي معناها الجانب المادي وإنما نحكي على الجانب التقني، مش كل إنسان يحك راسه يمشي يشري انفرتر والبياع يبيع له، لا تاخذ بعين الاعتبار عدة خصوصيات، هذه نصيحة. تشاور صناعي تشاورني تهز تليفون تكلمني نركب لك ما نركبلكش نتفاهم وما نتفاهموش هذا الكل ما يعني حتى شيء، هز التليفون وكلمني وقول لي راني نسكن جنبك بجارك، اما لو انا عندي شكون يركب لي ماكش تركب لي انت، اسكو ممكن نركب هكا ونركب هكا ونركب هكا ولا نركب هذا ونركب هذا ولا لا، واضح 22 29 15 15 50 76 20 31 واتساب اذا كان كنت خارج تونس ولا الله اعلم وين، مرحبا بكم.